كنت في جمعية ويخلصوني وانا داك اللي خلصوني كاع نخليهم انا معليش يا اخي هكذا. هذا العام كيما كاش جمعيه البنات ما قدرتش نخليهم، جاوا وعاودوا للدار يعيطوا لي، قلت لهم نروح نصدق يديا يا اخي هكذا نعاونوا وخلاص نتعاونوا. هذه هي نعلميهم لا غوسه يشوفوها على المباشر قدامنا، هاي ليك ومن بعد نديرها قدامهم ويشوفوها حتى تطيب وياكلوها باش يروحوا. عندي البنات اللي قريتهم، انا عندي قديمه يعني في 20 سنه وانا نقري، هم يخدموا وراهم يديروا الحلويات، راهم يديروا العراس، راهم يديروا الاخر، هم يخدموا في لي بولونجري شهارات ويخدموا بالطبع والشال. نمد النصيحة للنساء يسعفوا ويخدموا، وخدمة المرأة شريفة لأي خدمة أي مهنة شريفة.